من الألعاب التي شهدت إقبالاً من الفتيات في مصر مؤخراً كرة القدم، غير أن اللعبة لا تحظى باهتمام جماهيري أو إعلامي في نظر هؤلاء الفتيات ورعاة اللعبة. كاميرا 10 مساءً التقت ببعض هواة ومحترفات كرة القدم النسائية لرصد مشكلاتهم. عندنا 5 بنات النهاردة بيلعبوا منتخب مصر طالعين من عندنا. البنات دول كان عندهم شوية مشاكل الفترة اللي فاتت بيعانوا منها، زي مثلا اللبس بيستلموه ياخدوه منهم تاني كلام دوت. البنات دي بتمثل بلدها النهاردة. كرة القدم النسائية مش منتشرة فأنا حبيتها كده، يعني أنا أصلا جربت رياضة كتير بس هي اللي استمرت فيها كرة القدم النسائية، وأنا بابايا مدرب كرة قدم فهو اللي حببني فيها. بدأت في مراكز شباب وانتقلت لكذا نادي بس، وبعد كده هي اصلا اهلي تقبلوا الفكره جدا، هم اللي شجعوني وهم اللي وصلوني لمنتخب مصر. احنا لعبنا تصفيات كاس عالم، احنا منتخب تحت 17 سنه، لعبنا مالي وجيبوتي والكاميرون، بس مالي ساعتها انسحبت من التصفيات. لعبنا جيبوتي عملنا نتيجه كويسه هنا في مصر 6-0، وعملنا نتيجه كويسه هناك 3-0. لعبنا الكاميرون خسرنا منهم 2-1، يعني نتيجه كويسه كنا نيجي هنا نكسب بس ما حصلش نصيب. بعد كده بعد ما وصلنا للمرحلة دي مفيش اهتمامات خالص، وانا نفسي بجد ان هم يهتموا بحاجة زي كده. في ناس بتبصلها لازاي بنت تلعب كورة وكده، لا انا شايفة ان مفيش فرق بين البنت والكورة، البنت والولد يعني عامة في الكورة، فانا حابة اتحدى الموضوع ده جدا، يعني حابة ان انا العب. احنا بنتمنى ان الكورة النسائية تشتهر لان احنا من حقنا، لان الموسم الجاي ده ان شاء الله موسم قوي، فاحنا من حقنا ان احنا زي الولاد يعني نيجي على التلفزيون والاعلام يسلط الضوء علينا، لان احنا بصراحه مسروقين، حقوقنا ضايعه. يعني احنا بنلعب بقول لك دوري ممتاز درجه اولى يعني زي الفرق الكبيره، من حقنا ان احنا يبقى لنا حقوق زي اي حد، ما يبقاش حقنا مهضوم نيجي نتكلم مع اي مسؤول من النادي يقول لك انا ما باخدش دعم من الاتحاد، فمن حقنا ان احنا ناخد حقوقنا زي اي حد. في المنتخب لما بنروح المفروض احنا لبسنا الخاص ما حدش ياخده، بيدونا اللبس مثلا لو قعدنا ماتشات وسافرنا وعملنا، اما بنرجع بياخدوا مننا اللبس. الولاد بيدوهم الشنطه ما بياخدوهاش تاني، احنا بياخدوها مننا على طول، او لما يكون في بنات معاها لبس بيطلبوها منهم وبياخدوها منهم. احنا لو عندنا دوري او عندنا حاجه ما حدش بيعرف، يعني الكابتن يجي يقول لنا عندنا دوري مثلا الاسبوع الجاي خلاص ما نلاقيش جمهور، ما نلاقيش اي حاجه، ما حدش بيبقى عارف عندنا اي حاجه. من حقنا زينا زي فرقه الشباب، عايزين حد يشوفنا، يعني يا ريت حد يشوفنا، يا ريت اي ماتش نلعبه يا ريت حد يجي يصورنا، يا ريت يعرفونا، يا ريت يعني يهتموا بينا شويه عن الكوره. الولاد احنا برضو زي الولاد والله، وبنعرف نلعب وبنعرف نعمل كل حاجه. هم لو اهتموا باللعبه نفسها في لعيبه كتير جدا احسن من ولاد كتير يعني، بس هم لو اهتموا باللعبه هيلاقوا لعيبه كتير كويسه جدا. نفسي احترف نفسي ابقى زي محمد صلاح كده، ده اكبر مثال لي، يعني اكبر قدوه لي محمد صلاح في حياتي كلها عموما.